تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. فكل التحية لكل من انضم إلينا عبر الأثير، عبر أثير إذاعة نور دبي. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة نفتح هذا البرنامج من خلاله الأبواب للمستمعين الكرام لتزويدنا بكل ملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم وكل ما من شأنه أن يطور العمل الصحي في إمارة دبي بشكل عام وفي المرافق والمستشفيات التابعة لهيئة الصحة بشكل خاص. فنستقبل اتصالاتكم على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. هذه أجمل التحيات مني، محدثكم محمود يوسف العلي ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفريق العمل الإذاعي، وأيضا لكم التحية من التنسيق معنا الأخت أشواق مسعد، وفي الإخراج المبدع دائما نمر محمد عبدة. مثل ما تعودنا معكم مستمعينا الكرام نبدأ معكم إطلالتنا عبر هذا البرنامج بمجموعة من أهم ما ورد من وكالات الأنباء من أخبار وتقارير وأيضا بعض الأمور الخاصة بأخبار الهيئة. اليوم نبتدي معكم بساعات عمل مستشفيات دبي في عطلة الإسراء والمعراج. أعلنت هيئة الصحة بدبي أمس مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة الإسراء والمعراج التي ستصادف غدا يوم الخميس، ونحن يوم الخميس ترى ما عندنا برنامج باكر بعد، فماخذين إجازة بعد كذلك، ما حطيتوا هذا الشيء في الخبر. عموما كلفت الهيئة في تعميم لها المديرين التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء أونكول وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل من هذه القطاعات. قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية أعلن إغلاق كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية غدا الخميس باستثناء مركزي البرشة وند الحمر الصحيين اللذان سيعملان على مدار الساعة. أيضا أعلن قطاع خدمات المستشفيات عن إغلاق كافة العيادات التخصصية بمستشفيات الهيئة باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتى التي ستعمل من الساعة 7 صباحا وحتى 9 مساء، بينما سيكون العمل بمراكز الحوادث والطوارئ على مدار الساعة في كل مستشفيات الهيئة. هذا خبرنا نحن، يعني حبينا أن نخبركم بهذه المواعيد. وخلونا نروح على أخبارنا الصحية. في عندي خبر يمكن يعني الخبر مصمم بشكل معين حق النساء. كيف بشكل معين حق النساء؟ سمعوا، يقول تنسى النساء في كثير من الأحيان شرب الماء خلال النهار، وهذه العادة الخاطئة يمكن أن تحرمهن من الحصول على بشرة مشرقة وأكثر حيوية.
حيث لا يمكن تخيل مدى أهمية شرب 10 أكواب من الماء. فالماء مفيد جدا في تنشيط الدماغ والجسم والعضلات والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجلد. وبالتأكيد شرب الماء ضروري لكل البشر، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للنساء اللواتي يردن المحافظة على جمالهن، حيث أن الماء يساعد في تخفيف وزنهن وتحسين بشرتهن لتصبحن أكثر جمالا. والماء قد يعمل على إخفاء الأورام في القدمين ويحسن عملية التمثيل الغذائي أيضا التي تقوم بها أجسادهن. ويؤكد خبراء التغذية السريرية أن كمية الماء المتركزة في الجسم تصبح قليلة مع التقدم في العمر، لذا يقل استهلاك الماء. وينصح الخبراء بشرب الماء بمقدار يتراوح بين 8 إلى 10 أكواب يوميا. أما اللواتي يمارسن الرياضة فعليهن شرب حوالي 12 كوبا من الماء يوميا. ويقول الخبراء أيضا أن الجسم يقوم بتفسير الشعور بالعطش عن طريق الخطأ على أنه الشعور بالجوع، ولهذا نهرع بسرعة إلى الثلاجة لتناول الطعام بدل من شرب الماء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن. طيب هذا بالنسبة للحريم. الحين سووا لكم المدخل هذا عشان أنتوا تهتمون بجمالكم، تهتمون برشاقتكم، فهذا كان المدخل من خلال هذه الدراسة. لكن شرب الماء للأمانة واحد من أهم الأمور اللي بتساعد الإنسان في الحفاظ على صحته والحفاظ على جسده والحفاظ على يعني الوظائف اللي في الجسم، مثل ما قلنا تنشيط الدماغ، الجسم، اللي يمارسون رياضة يعني وايد مهم يشربون الماء، لأن الماء يمنع الإصابات والتشنج في العضلات، ومثل ما ذكرنا أيضا الأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجلد. فعليكم بشرب الماء. يعني من أهم الشغلات اللي في الخبر هذا أن الخبراء يقولون أن الجسم يفسر الشعور بالعطش على أنه شعور بالجوع، هم شي يقولون. يمكن الكلام هذا، بس بالفعل أحيانا يوم تشرب الماء ولو أنك يعان، يوم تشرب الماء نمر أنزين، يعني ممكن تخفف شوية من وزنك وتحافظ على جمالك. يقول لي بس للحريم، قلت له لا بعد حقك أنت، بعد ممكن تحافظ على جمالك. عموما نطلع على خبر ثاني بعد يهمك هذا نمر، وايد يهمك. يقول السمنة تجسد نمط الحياة الغربي. يقول درس أطباء صينيون مدى تأثير النمط الغربي للحياة اليومية على صحة الأطفال في البلد، وأظهروا أن أكبر الأضرار يتلخص في وتائر عالية لزيادة أعداد الأطفال الذين يتصفون بزيادة الوزن. ويعتبر التناول المفرط لوجبات سريعة الطبخ من صفات نمط الحياة المذكور، ويتزايد وزن الجسم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عام بوتائر أعلى منها لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما. ويعود سبب ذلك في رأي العلماء إلى أن المراهقين يهتمون بمظهرهم أكثر من الأطفال. وحلل الباحثون نتائج 6 بحوث أجريت على الأطفال في مدارس مقاطعة شاندونغ الصينية من قبل قسم التعليم في المقاطعة، وشملت البحوث المذكورة 27,840 طالب من المدارس الريفية. قاس الأطباء مؤشر وزن أجسامهم هذه الفئة اللي ذكرناها اللي هي 27,840. ويعتقد المختصون أن السلطات الصينية يجب أن تعير اهتماما أكبر لمسألة تشجيع الأطفال والمراهقين الصينيين على ممارسة النمط السليم للحياة، وذلك علما بأن تناول الطعام الغني بسعرات حرارية ومواد دهنية لا يتماشى مع المطبخ الصيني التقليدي.
الحين تجيني مسجات الظهر كانوا فاتحين شيء موضوع في البث المباشر عن جمعية الاتحاد التعاونية. اي فنحن خلاص نفتح المجال الآن لبرنامجنا اللي حب يستفسر ممكن أنه يتواصل معنا على رقم 4006 أو عن طريق الاتصال على الرقم 600551414. في من بين الأخبار الغذائية اللي أنا أحب دائما أقولكم عنها زين بختار لكم خبر يقول في مأكولات تزيد الاكتئاب وأخرى تنقصه. لا خلّه ترى أقول لك الحين ممكن تزيد وممكن تنقصه. توصلت دراسة حديثة أجراها علماء من فنلندا إلى أن تناول المأكولات السريعة يمكن أن يسبب الاكتئاب في حين أن تناول الخضروات والفواكه يمكن أن يمنعه. انزين وتبين ان الرجال في منتصف العمر الذين يتناولون الكثير من الأطعمة السريعة كاللحوم المعالجة والمشروبات السكرية هم اكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. ووجدت الدراسة ان الذين يتناولون الكثير من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والجبن قليل الدسم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. وظهر أن التناول المتزايد لحامض الفوليك الموجود في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم له تأثير مفيد. قال الباحثون أن الدراسة تدعم نظرية أن النظام الغذائي الصحي قادر ليس فقط على تجنب الإصابة بالاكتئاب بل الوقاية منه. وأشار إلى أنه غالبا ما يكون تناول المصابين بالاكتئاب للطعام ضعيفا وبالتالي يحصلون على كميات أقل من المغذيات. وتبين أن الأكثر نحافة أو تبين من خلال الدراسة أن الأكثر نحافة هم أقل عرضة للاكتئاب مثلك يعني نمر. فأن النظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الأطعمة السريعة يرتبط بزيادة الإصابة بالحالة. وعلى العكس عكس الدراسات السابقة يظهر أن تناول فيتامين ب أو B12 والشاي والكافيين بشكل عام لا يرتبط بخطر الإصابة بالاكتئاب. طبعا اليوم نمر يقول أنا شو خلاني أي أخرج هذا البرنامج. كيف صحتك اليوم؟ والله إن شاء الله دوم صحتك يعني زينة وتعيش في صحة وسعادة. طيب ناخذ فاصل ونرجع لكم مستمعينا. عندنا موضوع جميل ممكن نطرحه خلال الفاصل القادم أو اللي بعده فابقوا معنا. صحة وسعادة. شو ممكن نحكي بعد على التدخين؟ السيجارة مصيبة صغيرة بالحجم وكبيرة بالنتائج. عدوا معي: أمراض القلب، الرئة، تصلب الشرايين، السكتات الدماغية، تضرر الجلد، شيخوخة المبكرة، وبعد في كتير أمراض. وللأسف في ناس بتتجاهل التحذيرات الموجودة على علب السجاير. وهالمصيبة القصيرة بتأثر العمر. كل سيجارة بتدخنوها بتأثر حياتكم 14 دقيقة أو 14 ثانية. يعني مع كل علبة بنحرق من عمركم 4 ساعات و45 دقيقة. وبحسبة بسيطة متوسط عمر المدخن أقصر ب8-10 سنوات من غير المدخن. وما رح أحكيكم كطبيب أسنان شو بيعمل التدخين بأسنانكم، رح أحكيكم كزوج وكأب. إذا كنتوا بتدخنوا فاحتمال إصابة أزواجكم بسرطان الرئة هو 2-3 مرات أعلى من غير المدخنين. ما تكونوا خطر على أهلكم وأحبابكم ووقفوا التدخين. عساكم دوم بصحة وسعادة. دبي صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا
مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية الذي تتبناه هيئة الصحة بدبي تتبنى تنفيذه، يعد أحد أهم المشاريع الطموحة، وهو يهدف إلى الإسهام في تنشيط حركة السياحة وجعل مدينة دبي الوجهة المفضلة للاستشفاء الصحي، وأيضا يهدف كذلك لاستقطاب أكثر من 500 ألف سائح علاجي بحلول 2020، وذلك استنادا لمكانة دبي المتقدمة على خارطة السياحة الدولية وما تتميز به هذه الإمارة من فرص الاستثمار الواعدة عالميا. هيئة الصحة بدبي كانت قد عدت المشروع الطموح لتحقيق الريادة في قطاع السياحة العلاجية من خلال برنامج تجربة دبي الصحية، واللي اختصرتها ب DXH، وعن طريق توفير حزمة من رفيعة المستوى من التخصصات الطبية بالتعاون أيضا مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، في مقدمتهم طيران الإمارات، دائرة السياحة والتسويق التجاري، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة كذلك. أيضا أقرت الهيئة هوية خاصة بالمشروع وعلامة تجارية تتناسب والوجه الحضاري لإمارة دبي، إلى جانب استحداث بوابة إلكترونية مدعومة بالوسائل الذكية لتعزيز حركة السياحة العلاجية وتنشيطها بالتعاون مع أكثر من 25 منشأة للرعاية الصحية عالية المستوى، وسيكون في مقدور السائح العلاجي التعرف إلى باقة الخدمات الصحية المتطورة، من بينها جراحات التجميل، جراحة العظام، طب العيون، الأسنان، والعلاجات والفحوصات التخصصية، لجانب العمليات الجراحية الدقيقة التي تتميز بها إمارة دبي. إذن نحن منسلط الضوء كذلك على مجموعة من المواضيع الخاصة بهذا الموضوع من خلال فعالية قامت بها الهيئة من خلال تكريم شركاء تجربة دبي الصحية، هذه التجربة المميزة. معنا عبر الهاتف الدكتورة ليلى المرزوقي، مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا دكتورة. الله يحييك أخوي محمود. الله يحفظك يا رب. دكتورة، يعني أنتم من خلال يعني الإنجازات اللي حقيقة تحققت في هذه الفترة البسيطة جدا في موضوع السياحة العلاجية، قمتم مؤخرا بتكريم شركاء تجربة دبي الصحية. خلينا نتعرف على هذا التكريم، على شو كرمتوهم بالضبط، وليش كرمتوهم، وكيف كان التكريم، ولمن توجهتم بهذا التكريم؟ جزاك الله خير أخوي محمود على هاي المقدمة الطيبة اللي تفضلت فيها. وطبعا مثل ما تفضلت أن المرحلة الأولى من تحقيق استراتيجية السياحة العلاجية كانت الحمد لله الفترة هذه كانت فترة حققنا الكثير فيها بفترة زمنية قصيرة، والمرحلة القادمة بتكون فيها يعني لازم نبذل المزيد من الجهود خلال المراحل المقبلة، لأن الحمد لله دبي اليوم صارت على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية. الحمد لله الناس سمعوا بالأرقام السياح اللي يجون إمارة دبي بقصد العلاج. نحن طبعا المشروع هذا مثل ما ذكرناه في السابق إن هي مبادرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، وهيئة الصحة في دبي خذت على عاتقها المشروع هذا من خلال تبني استراتيجية للمشروع السياحة العلاجية. طبعا نحن علشان نحقق الاستراتيجية هذه مهم جدا إن شركائنا الاستراتيجيين سواء من القطاع الخاص أو سواء من الهيئات الحكومية الثانية تكون معانا خلال تطبيق هذه الاستراتيجية، ونحن ما ممكن أن نخوض التجربة هذه ونوصلها والمرحلة اللي وصلناها بدون ما هم دعمهم اللي هم صدق يشكرون على هذا الدعم الكبير اللي عطونا إياه. طبعا كانوا في المرحلة الأولى كانوا مثل ما تفضل المنشآت الصحية الخاصة كانوا معانا، وهم اللي كانوا اللي ساعدونا في تطوير الباقات العلاجية، وساعدونا بأنهم مشكورين قدموا لنا جميع الإحصاءات اللي نحن كنا طالبين منهم. وطبعا هذه مرحلة أولى بالنسبة ل 25 منشأة، ومثل ما تعرف أخوي محمود إمارة دبي اليوم فيها أكثر من 2700 منشأة، ففي مزيد من المنشأة
المنشآت إن شاء الله بتدخل معنا في المبادرة هذه. وطبعا مثل ما تفضلت الشركاء الثانيين اللي ذكرتم لهم فضل كبير في النجاح هذا، مثل طيران الإمارات اللي توجنا جهودهم وجهودنا معاهم بتوقيع مذكرة التفاهم بيننا وبين بين طيران الإمارات وبين هيئة الصحة في دبي، وكذلك دائرة السياحة والتسويق ما قصروا، وكذلك الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. طبعا في الحفل هذا اللي شرفنا بحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، طبعا أنا أشكره على جهوده وتعاونه، لولا أنه كان داعمنا في المشروع هذا ما كنا بنوصل للي وصلناه اليوم الحمد لله. وأنا أشكره لأن شرفنا في حضور الحفل هذا واللي تم تكريم الشركاء من القطاع الخاص اللي كانوا معنا في المبادرة هذه، واللي هم يعتبرون جزء معنا وشركائنا في مجموعة DXH، وهذا أول لقاء لنا بعد إطلاق البوابة الإلكترونية وهوية السياحة العلاجية لإمارة دبي. جميل دكتورة، في المستقبل القريب يا ترى شو هي الطموحات أو الخطط اللي ممكن نشوفها قريبا غير زيادة عدد المنضمين لهذه الباقات؟ طبعا احنا نبغى نزيد عدد الشركاء سواء من القطاع الخاص، نبي كذلك ان الهيئات الحكومية الثانية اللي ممكن تدعمنا في المجال هذا كذلك احنا في تواصل معاهم، وكذلك بندخل ان شاء الله المنشآت الطبية الحكومية معانا، لان الاعداد السياح اللي يجونهم قص العلاج حتى العلاجات المعقدة أخوي محمود عددهم كبير، ونحن نبغى أن ناخذ الأرقام هذه، نحصل على الأرقام هاي ونشوف شو التخصصات اللي يجونها من أي دولة يجونها ونعزز الأرقام هذه، وكذلك أن نحن نبغى نزيد عدد السياح القادمين لإمارة دبي بشكل عام، وكذلك نزيد الدخل القومي من السياحة العلاجية لإمارة دبي. طيب دكتورة، أنا هني أبغي أذكر شغلة مهمة جدا في هذا المجال، بما أنك أنت مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وهي الجهة المعنية عن ترخيص المنشآت والأطباء أو الممارسين في العمل المهني الطبي. هني أبغى أتكلم على مسألة مهمة جدا، أن السياحة العلاجية وارتباطها بإدارة التنظيم الصحي في إمارة دبي يعطي هذا الموضوع انطباع كبير عند السائح أو عند القادم لتلقي العلاج في إمارة دبي، بأن من يقوم بمتابعة هذه العيادات وهذه أو ممارسي العمل في القطاع الصحي في إمارة دبي هناك متابعة حثيثة لضمان تقديم جودة عالية في الخدمة الصحية، وأيضا ضمان أن ما تكون هناك يعني أخطاء طبية أو أن يكون في حد غير مهني يدخل في هذا المجال. فهذه النقطة بس أبغي أخذ منك كلمة فيها دكتورة. سؤال جميل وايد أخوي محمود، ونحن نقول اليوم قطعنا شوط كبير في السياحة العلاجية، ولو المشروع هذا كان في إدارة ثانية ما كنا بنحقق اللي حققناه اليوم، ونحن يعني في الإدارة وبالتعاون مع الفريق كامل قدرنا نحقق الأفكار اللي طبقناها في إمارة دبي هذه ما كنا نقدر نحققها في فترة وجيزة، حتى يوم نحن صرنا كان عندنا مؤتمر في اليونان شهر 5/2015 عطونا جائزة الإبداع، إمارة دبي فازت بجائزة الإبداع في السياحة العلاجية بسبب أن المشروع السياحة العلاجية كان موجود في إدارة التنظيم الصحي. مثل ما تفضلت نحن كإدارة نراقب المنشآت الصحية الخاصة، نعرف بأن المنشأة هذه شو تاريخها، شو من تخصصات عندها، شو من الأجهزة اللي عندها، وكذلك نعرف المنشأة نفسها، يعني السائح العلاجي يومي الإمارة يحب أن المنشأة تكون على مستوى معين، فنحن كإدارة نرخص ونعرف المعايير الموجودة في المنشآت هذه، ناخذ
ناخذ لهم ناخذ المنشآت معينة ونعمل على تطوير بقية المنشآت ليصلون إلى نفس المستوى اللي يأهلهم إنهم يدخلون معنا في مجموعة DXH. طبعا نحن عندنا مجموعة DXH عشان أي حد يدخل معنا في المجموعة هاي عندنا معايير معينة لازم المنشأة هذه تكون عندها المعايير هذه علشان تدخل معنا، وهذا عطانا حافز كبير عقب ما نحن أعلننا عن الهوية وعن البوابة الإلكترونية وعن العلامة التجارية، إن كثير من المنشآت اللي كانت ما حابة أنها تشاركنا في المشروع هذا لسبب أي أو آخر شافت إن لها فائدة إنهم سواء من الناحية الجودة أو سواء من الفائدة بالنسبة لهم. فالحمد لله نحن عن طريق المعلومات اللي عندنا عن المنشآت هاي عن طريق تاريخهم، هل هم معتمد عندهم الاعتماد الدولي، هل هم متبعين المعايير اللي نحن نرخصهم عليها، فهي كلهم ساعدنا على أن ندفع بالمشروع هذا إلى الأمام في فترة زمنية قصيرة. سؤال يقول هل هذا المشروع سيجعل القطاع الصحي في إمارة دبي قطاع تجاري؟ المشروع هذا ما نحن اعتمدنا على الجودة في أن ندفع بعجلة المشروع هذا. طبعا نحن إمارة دبي اليوم عندها الجودة وعندها تجربة السائح الطبي يومي لإمارة دبي من أولوياتنا في التجربة في المبادرة هذه. طبعا نحن نقول تجربة دبي الصحية تغمرك بالحياة من ناحية الجودة ومن ناحية التجربة اللي راح يخضع إليها السائح العلاجي يوم يشرفنا إمارة دبي لقصد العلاج. جميل والله الشعار تجربة العديد وإياه مرة ثانية دكتورة تغمرك تجربة بالحياة. دبي الصحية تغمرك بالحياة، وأنا أحب أن أقول أن البوابة الإلكترونية هي dxh.ae، وعندنا الحمد لله الأندرويد أبليكيشن حق البوابة الإلكترونية اللي حاب يروح يطلع على الباقات اللي موجودة على الشبكة الإلكترونية ممكن يدخل على العنوان هذا في الشبكة الإلكترونية في الجوجل بلاي اونلي. بس دكتورة ما في 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 في, في نظام الاي او اس في الابل ستور الحين عندنا على الاندرويد على سامسونج والاندرويد، وان شاء الله بعد ايام قليله ان شاء الله راح يكون موجود على الابل ستور كذلك. جميل، يعني بعد ايام ممكن ينزلون الابلكيشن على الهواتف الذكيه كلها تقريبا. لا الحين موجود على السامسونج بعد ايام موجود، بس الابل بعد ايام ان شاء الله. زين ممتاز، اللي عنده سامسونج يستانس لان دائما كل الابلكيشنات تنزل اصلا على السامسونج قبل الابل. بس نتمناكم التوفيق دكتوره، وانا شاكر لك يعني هذه المداخله، وشاكر لك سعد صدرك في الرد على استفسارات الجمهور، ونتمناكم التوفيق في هذه المبادره، ونحن في هذا البرنامج سنقوم بدعمكم بشكل او باخر من خلال الملاحظات التي ترد، وايضا من خلال الاقتراحات التي تقدم في هذا المجال، وايضا من خلال تسليط الضوء على البرامج التي تقومون بها في هذا المجال. نحن نعرف أن الجمهور المستهدف عندكم هو جمهور خارجي، لكن هذا ما يمنع أن الجمهور الداخلي يستمع إلى هذه الإنجازات ويعرف نحن وين رايحين بالقطاع الصحي في إمارة دبي، وهذا الشيء أكيد يعني راح يستفيد منه الداخل والخارج لهذه الأرض الطيبة. شاكرين لك هذا التواصل دكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي، شكرا جزيلا. إذن كانت معنا الدكتورة ليلى مرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وحدثتنا عن تجربة دبي الصحية، ومثل ما ذكرت هنالك يعني تنظيم أو هنالك أبليكيشن أو تطبيق موجود على الجوجل بلاي على لهواتف الأندرويد خاص ب السياحة العلاجية، وبعد أيام إن شاء الله سوف يطلق التطبيق الخاص على هواتف الآيفون. طيب أنا يعني في خبر وايد وايد شدني، يقول ليفوشكينا
ليفوشكينا هذه جراحة روسية متميزة ما زالت مستمرة في عملها. تعرفون كم عمرها؟ طافت 88 سنة وبعدها تسوي عمليات جراحية. هذه أنا ليش بقول قصتها؟ لأن للأمانة يعني قصة جميلة وتعطي وايد دروس وعبر. آلا ليفوشكينا هي أكبر جراحة روسية تبلغ من العمر 88 عام، قضت 67 سنة منها في ممارسة طب الجراحة. أجرت خلال هذه الأعوام أكثر من 10,000 عملية ولا تزال تجري العمليات الجراحية لين يومنا هذا. طبعا آلا رفضت التقاعد في سن 50 والمكوث في البيت وتقول طالما أستطيع إنقاذ حياة إنسان فسأعمل حتى آخر نفس لي. طبعا قبل ما تبدأ في إجراء العمليات تجلب لها مساعدتها قاعدة تقف عليها، لأن هذه الجراحة المسنة قصيرة القامة لا يتجاوز طولها 150 سنتيمتر، ولكنها تتمتع ببصر قوي كما أن يداها لا ترتعشان. ناخذكم شوية عن وين عاشت وشو سوت. آلا ترعرعت في ريازان وهي مدينة في الجزء الأوسط من روسيا ولا تزال تعمل هناك. والدها كان حارس غابة ووالدتها في مدرسة. في عام 1941 لما بدأت الحرب العالمية الثانية كانت آلة تلميذة في المدرسة، وعلى الرغم من المجاعة والفقر واصلت دراستها ودخلت واحدة من أفضل الجامعات الطبية الروسية في موسكو. بحاول اختصر القصة قدر الامكان لان الوقت بادي يداهمني، لكن يوم كانت صغيرة كانت تبغي تسوي عالمة جيولوجية، ولكن قراءاتها لكتب الطب التي تتحدث عن الاطباء غيرت رأيها وشجعتها على التخصص في طب الجراحة. وقالت آلا في مقابلة لها مع موقع براف مير الروسي انها عملت لمدة 30 عاما في خدمة الاسعاف الجوي، حيث عالجت المرضى في القرى المعزولة، وكان الطيارون يمازحون بقولهم أن خبرتها الطويلة تسمح لها بقيادة الطائرة والتوجه إلى المرضى بنفسها، ولكنها تعترف بأنها لن تتمكن من قيادة الطائرة أبدا، بل إنها لا تستطيع حتى قيادة السيارة. يعني شوفوا جراحة وتبطل وتسوي لكن تقول ما أقدر أسوق سيارة، فما لكم طيارة. عموما آلة تجري العمليات الجراحية 4 مرات في الأسبوع وتطلق على نفسها اسم فرس السباق، فهي تظهر طاقة كبيرة بمجرد دخولها غرفة العمليات. وتقول إيرينا وهي إحدى المرضى أنها في البداية شعرت بعدم الثقة لكبر سن طبيبتها، ولكن بمجرد الشعور بقوة يديها خلال الفحص استرجعت الثقة وكانت عمليتها ناجحة. تقول آلة أنها عندما تعالج شخصا ما تكون قريبة منه فتنشأ بينهم علاقة صداقة. وطبعا آلة لم تتزوج أبدا وليس لديها أطفال، وتعيش مع 8 قطط يؤنسون وحدتها، وتقضي معظم وقتها في المستشفى تجري العمليات وتجيب على استفسارات الأطباء وتتحدث إلى المرضى. أثرت أني أنا أطرح عليكم هذه التجربة لكي تعلموا حقيقة المهنة هذه، مهنة الطب، إش كثر مهنة إنسانية وإش كثر الناس اللي فيها يستحقون منا كل تقدير وكل احترام. فأرجو أنك أنت قبل ما ترفع صوتك على أي طبيب وانت في المستشفى تراعي هذه المهنة، وتراعي ان هذا الرجل يسعى او هذه الطبيبة تسعى الى الحفاظ على صحتك وانقاذ حياة الشخص العزيز على قلبك هذا.
عموما هذه رسالة حبيت أوجهها لكم مع ختام هذا البرنامج. في النهاية لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق الإعداد في قسم الإعلام في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لمنسقتنا الأخت أشواق مسعد، وأيضا الشكر الأكبر لهذه لهذه الأجواء الجميلة اللي عطاني إياها اليوم في حلقة اليوم المبدع دائما نمر محمد عبده. وحتى نلقاكم إن شاء الله بعد إجازة نهاية الأسبوع الطويلة هذه اللي نحن نسميها لونج ويكند، نشوفكم يوم الأحد إن شاء الله. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.